اهلا بحضراتكم. خلينا كالمعتاد نبتدي باهم الاحداث اللي حصلت امبارح. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفاليه الاوقاف بالمولد النبوي الشريف وكرم عدد من العلماء والائمه والقراء. وخلال الاحتفالية قال سيادة الرئيس إن سيرة حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام معين لا ينضب من الدروس والعبر التي نستلهم منها قيم الأمانة والصدق والإخلاص في العمل. يعني كل سنة وانت طيبة يا منا والأمة العربية والإسلامية بألف خير يا رب. كمان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد امبارح اجتماع مع وفد بريطاني ضم ممثلين عن 10 جامعات من كبريات الجامعات البريطانية وخمس شركات متخصصة في مجال الاستثمار في التعليم العالي. وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر لتعميق التعاون على المستويين الأكاديمي والبحث العلمي. خلونا نعرف تفاصيل من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نيكولاي باتروشاف أمين مجلس الأمن الروسي. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ونقل أمين مجلس الأمن الروسي تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للسيد الرئيس، مؤكداً الأهمية اللي بتوليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف وكرم عدد من العلماء والأئمة والقراء. خلال الاحتفالية قال الرئيس إن سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر، منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة، ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة، وفي ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتي نصر الله القريب للمخلصين من عباده. امبارح هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقال الرئيس السيسي عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها، فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل. وتابع الرئيس السيسي في نص التهنئة: إنني أدعو الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير. امبارح هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق نبينا الكريم، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك أن يحمي مصر ويحفظ شعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع وفد بريطاني ضم ممثلين عن 10 جامعات من كبريات الجامعات البريطانية وخمس شركات متخصصة بمجال الاستثمار في التعليم العالي. وثمن مدبولي التعاون الثري بين مصر والمملكة المتحدة على المستويين الأكاديمي والبحث العلمي الممتد عبر العقود، واللي انعكس مؤخراً على تضاعف عدد الجامعات البريطانية في مصر، وأكد تطلع مصر لتعميق هذا التعاون اللي بينعكس بشكل إيجابي على مختلف مجالات التعاون الثنائي. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها. يأتي ذلك الاتفاق انطلاقاً من توجه الدولة نحو دعم التصنيع خاصة الصناعات الاستراتيجية ومواصلة خطة التطوير وتحديث الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، وده بمناسبة عيد القوات المسلحة. امبارح وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات
أبرزها الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة 5 و10 جنيه بمناسبة ذكرى مرور 50 عام على انتصارات الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 1973. كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملات معدنية متداولة تحمل شعار انتصارات أكتوبر فئة الجنيه ونص جنيه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة احتفلت بتخريج الدفعة 160 ضباط صف متطوعين دفعة المساعد أول شهيد شحاتة مصطفى أبو اليزيد بحضور اللواء أركان حرب خالد لبيب مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديري المعهد، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة الكفاءة القتالية بضخ دماء جديدة إلى صفوفها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445، وتم تكريم عدد من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية اللي بتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى أفراد القوات المسلحة. نروح دلوقتي مع حضراتكم لأخبار المحافظات، ونبدأ من المنيا اللي تم فيها انطلاق مبادرة يوم الخير بإجمالي 5000 قطعة ملابس وشنط وأدوات مدرسية. أما في سوهاج فتم بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطة. كمان امبارح في المنوفية تم الإعلان عن تنظيم 106 نشاط ثقافي لتنمية الموهوبين والمبدعين من أبناء المحافظة. وفي الغربية تم تحصين 252 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنيا أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار يوم الخير لبسك لغيرك عيد، وده بمراكز شباب المنيا لتوزيع 5000 قطعة ملابس وشنط وأدوات مدرسية على الطلاب والتلاميذ الأكثر احتياجاً بمراكز الشباب. في سوهاج أعلنت المحافظة عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطة اللي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، وتم تدشين المحطة على مساحة 15 فدان، وبتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب في اليوم، وبتخدم أكثر من 300 ألف نسمة. في المنوفية شهدت المحافظة تنظيم 106 نشاط ثقافي وفني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم وتحقيق العدالة الثقافية بين كافة فئات المجتمع. في شمال سيناء شهدت المحافظة اجتماع تحليل بيانات الحوادث المرورية ورصد أماكن وأسباب الحوادث ووضع خطة لمعالجتها، وتم تشكيل لجنة لحصر وتحديد النقاط السوداء للحوادث بالطرق المحلية للمحافظة والطرق الخارجية على أن تضم في عضويتها قائد المرور ورؤساء مجالس المدن. في كفر الشيخ افتتحت مديرية التربية والتعليم معرض أهلاً مدرستي بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية وأحذية وشنط وسلع غذائية وغيرها بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 30% لـ40%. في الغربية أكدت مديرية الطب البيطري إن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 252 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023. في أسيوط تم رصف شوارع مدينة البداري ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل حركة الانتقال وتحقيق السيولة المرورية. في الدقهلية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال مشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات اللي بيتم تمويله من صندوق التنمية الحضرية، وبيشمل المشروع إنشاء عمارات على أرض حي شرق المنصورة وإنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء.